ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس، أو هو تحديد لإضراب قمنا بشرحه سابقا على القناة الخاصة بنا على التليجرام على لهذا الإضراب. تحديد الإضراب وطريقة السحب الخاصة بهذا الإضراب سنقوم بشرحها مباشرة على القناة. الأمر يهم الإخوة الذين سجلوا في هذا الإضراب. طريقة السحب بالنسبة للتسجيل في هذا الإضراب، صراحة لا أعرف هل ما زال هناك إمكانية للتسجيل في هذا الإضراب. يمكنكم الاطلاع أو التسجيل سواء يمكنكم التسجيل إذا أردتم التسجيل. طريقة التسجيل جد سهلة، تقومون بالضغط هنا على الرابط، بعد ذلك ستقومون بالتسجيل عن طريق تويتر، ثم بعد ذلك تقومون ببعض المهام الخاصة بهذا الإيدروب. بالنسبة لطريقة السحب أو طلب السحب الخاص بهذا الشرح سنقوم بشرحها مباشرة. أول شيء ستقوم به بالنسبة للإخوان الذين قاموا بالتسجيل مسبقا في هذا الإضراب، رابط التدوين على القناة ستجدونها في الوصف. بعد ذلك تقوم بالضغط هنا على الرابط، مباشرة سيفتح معك الرابط على المتصفح الخاص بك كما ترون. تقوم باختيار المتصفح الخاص بك. إذن مباشرة بعد أن تقوم بالضغط على الرابط سيحولك إلى المتصفح الخاص بك. أول شيء ستقوم به هو الدخول عن طريق تويتر. تقوم بالضغط هنا على لوجين أمامكم، مباشرة تأتيكم واجهة بهذا الشكل. ستقومون بإعطاء الصلاحية للموقع أو الوصول إلى التويتر الخاص بك. تقوم بالضغط هنا كما قلنا، تقوم بإعطاء الصلاحية للتطبيق للتويتر الخاص بك. مباشرة سيدخل معك إلى الموقع أو إلى الحساب الخاص بك. إذا كنت قد سجلت مسبقا ستجد هنا عدد النقاط التي تتحصل عليها من هذا الإضراب، هنا الإحالات الخاصة بك. إذا بعد التسجيل كما قلنا أو الدخول، تقوم بالضغط هنا في ثلاثة شروط في الأعلى كما قلنا، تضغط هنا في ثلاثة شروط في الأعلى هنا في اليمين. بعد ذلك تأتيك واجهة بهذا الشكل. ستقوم بالضغط هنا على ماي داشبورد في الأسفل، بعد ذلك ستقوم بالنزول إلى الأسفل، ثم بعد ذلك ستقوم بالضغط هنا على جيت. جيت اي بي اكس سي كما ترون في الأسفل. بعد ذلك ستفتح معك الواجهة الخاصة بالسحب كما ترون. هنا يقول لك أعطينا الواليت أدريس الخاصة بهذا العملة. نحن سنقوم بإنشاء الواليت الخاصة بهذا الموقع. نقوم بالضغط هنا على في الأسفل كما ترون كرييت واليت أدريس أو كود كما قلنا، نضغط هنا مباشرة ستفتح معنا هذه النافذة. سنقوم بالضغط هنا على create or import account، إنشاء أو استرجاع حساب أو حساب أو محفظة قديمة. سنقوم بالضغط كما قلنا هنا، بعد ذلك تأتينا واجهة بهذا الشكل. سنقوم بالضغط هنا في الأسفل generate new key في الأسفل،
هنا بعد ذلك تأتينا وجهة بالشكل. سنقوم هنا وسنتحصل على كي أو مفتاح الخاص بهذه المحفظة. سنقوم بالضغط هنا في الأسفل على جينيريت كما ترون تحصلنا هنا على كي. وهنا في الأسفل سنقوم بإدخال كلمة سر جديدة. نقوم بإنشاء كلمة سر. بعد ذلك نقوم بالضغط هنا على كونتيني كما قلنا نتحصل على كي هنا. بعد ذلك نقوم بإدخال كلمة السر. بعد ذلك نضغط على كونتيني. بعد ذلك تأتينا واجهة بهذا الشكل. سنقوم بإدخال الكي الخاص الذي قمنا بإنشائه أو عفوا نرجع إلى الوراء. سنقوم بإنشاء كي جديد. بعد ذلك نضغط هنا على سيف ثم بعد ذلك نضغط كلمة السر. بعد ذلك نضغط على كونتينيو. بعد ذلك سنقوم بالضغط هنا على لود. نقوم باسترجاع الملف الكي الذي قمنا بتحميله. ايضا نقوم بادخال كلمة السر. بعد ذلك نضغط على كونفيرم. بعد ذلك نتحصل على المحفظة الخاصة بنا. نقوم بنسخ الواليد ادريس او عنوان المحفظة كما ترون. نقوم بنسخ عنوان المحفظة ثم بعد ذلك نقوم بالرجوع الى الموقع. نقوم بلصق الموقع العنوان هنا كما ترون. بعد ذلك نقوم بالضغط هنا على سبمايت. بعد ذلك تأتينا واجهة بهذا الشكل. نقوم بالضغط هنا على سبمايت. وبهذا نكون قد انهينا طريقة السحب. ننتظر حتى نتوصل بالايدروب. الايدروب ستجدونه في هذا المحفظة الذي قمنا بانشائها مسبقا. هذا كل ما يخص هذا الايدروب. حد موفق للجميع. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب.